بعد أن تم مؤخرا الإعلان عن إعادة الفعاليات الثقافية لنشاطاتها، لكن بشرط أن تكون محققة للتباعد الاجتماعي، بدأت الوزارة عملها وكان لها العديد من النشاطات. ومؤخرا دعت مديرية الفنون الجميلة في وزارة الثقافة بالتعاون مع اتحاد الفنانين التشكيليين الشباب للمشاركة بمعرض الربيع السنوي لعام 2020. رح نحكي أكثر ونتعرف على التفاصيل مع الأستاذ عماد كاسحوت، مدير مديرية الفنون الجميلة في وزارة الثقافة. صباح الخير أستاذ. صباح الخيرات، أهلا يسعد فيك. لي هلا. صباحك ومبروك الرجعة، اشتقنا لكم. الله يبارك فيك، وإن شاء الله الأمور إن شاء الله للأحسن بتكون يا رب. إن شاء الله يا رب. يسعد صباحك. بالبداية مع عودة النشاطات الثقافية، خلينا نحكي عن معرض الربيع العام 2020. كيف رح يكون المعرض؟ قديش رح تكون فيه فعلا التزامات بالإجراءات؟ وكيف رح تكون المشاركة؟ كم عمل قدم إلى الآن؟ وكيف رح تكون هي السنة المعرض؟ طبعا يعني معرض الربيع ومعرض الخريف هن معرضين من بدايه الستينيات العصر، كانوا يعني صحيح. اول ما كان بداياتهم، وهن لفنانين سوريا ولتقديم اخر نتاجهم طبعا بهذه المعرضين. طبعا كان معرض الربيع بحلب ومعرض الخريف بدمشق. بال 2007 طبعا هو توقف معرض الربيع بحلب وتم نقله لدمشق. تم بال 2007 انه معرض الربيع يكون للفنانين الشباب تحت سن ال 30، ومعرض الخريف للسن فوق 30. طبعا استمر لل 2015 بهذه الحاله. طبعا اعتمدنا موضوع معرض الربيع هو يضل معرض الفنانين الشباب، لكن اعتمدنا نظام الجوائز. الغاية منه هالشي صار انه تشجيع الفنانين الشباب طبعا، ونحن بنهتم بوزارة الثقافة بهاي الشريحة بشكل كبير لتقديم افضل نتاجهم. يعني انتوا تعملي جوائز بصير الفنان الشاب يقدم افضل نتاج له، ليكون يعني دائما يصير في منافسة بين الفنانين وتسليط الضوء على الفنانين الأهم يعني بشكل عام. طبعا اعتمدنا على كل اختصاص طبعا المتوفر بهذا المعرض، انه كل اختصاص تقريبا 3 جوائز، وفي جائزة كبرى للمعرض وفي جوائز تشجيعية ثانية. تمام استاذ، خلينا نحكي اكثر عن انتقاء المشاركين. يعني من بعد غياب كان يمكن في كثير تقديمات للمشاركه، نحن كيف نقينا المشاركين بالمعرض؟ طبعا هو تم الاعلان عن المعرض وتقديم اللوحات قبل جائحه كورونا، فهو كان المعرض المفروض يكون بشهر 4، بنهايه الشهر الرابع تقريبا. أوكي. تم تقديم مجموعة من الأعمال، وطبعا وقت بالفترة اللي صار سمح فيها أنه نحن نعرض أعمالنا بعد الجائحة، تم تقديم الأعمال المتبقية تقريبا. طبعا إقبال كبير من فنانين الشباب على هذا المعرض، لأنه هو بيقدمه للجمهور، بيقدم طبعا وبشكل كبير. طبعا تقدم تقريبا فوق ال 250 عمل، تم انتقاء منهم 65 عمل بالمعرض. طبعا نحن حسبنا انه بهذا المكان اللي هو بده يصير بخان اسعد باشا، مشان ما يصير ازدحام ويصير في ضغط، يعني اخترنا الاعمال اللي هي تقريبا تستحق العرض تقريبا ضمن شروط المعرض. طيب خلينا نحكي عن المجالات الابداعيه البصريه اللي بيشملها المعرض. طبعا هي في اختصاصات بالمعرض بتضم كل انواع الفنون الجميله، مثل التصوير الزيتي والنحت والجرافيك، بالاضافه نحن طبعا من خلال يعني لفتح المجال لكل المجالات الابداعيه، سمحنا المجال للفيديو ارت والمشاريع التجريبيه كمان اللي بيختار الفنان الشاب ليقدمها،
من ضمن هاي الاختصاصات اللي ممكن يشارك فيها بمعرض الربيع. نعم استاذ عماد، خلينا نحكي اكثر عن الاجراءات الاحترازيه اللي راح تكون متبعه وشو بيتطلب من المشاركين اخذ الحيطه والحذر. طبعا ضمن هاي الاجراءات طبعا نحن كثير بهمنا سلامه الفنانين وسلامه الجمهور اللي راح يكون بهذا صحيح. المكان طبعا هو مكان واسع لكن بصير في ضغط بالعاده من كل فنانين تجي تشوف المعرض. طبعا راح نحاول نكون اول في شيء تعقيم بالبدايه، راح نحاول ان نوجه الفنانين انه ما يكون في اختلاط كبير بهذا المعرض، عدم السلام باليد، عدم المصافحه، عدم يعني اقلال من هاي يعني يكون في تباعد اجتماعي بهاي الصاله وما يكون في اختلاطات كبيره. وطبعا راح يصير التنبيه عليها بشكل كبير. وطبعا في فنانين الشباب هن اغلبهم طلاب جامعه وعندهم يعني ثقافه اجتماعيه كبيره بهذا الخصوص، واكيد راح يكونوا هن حريصين على انفسهم وعلى غيرهم وعلى غيرهم حتى على المشاركين اكيد، لانه يعني سلامه الاخرين صحيح وسلامه الشخص نفسه يعني الالتزام اساسا، هذا الشيء اكيد راح نحاول ننبه عليه وهن اكيد راح ينتبهوا لهالموضوع ان شاء الله. طيب خلينا نحكي بالختام اهميه هيدا المعرض لكثير من الشباب اليوم اللي عم يحاول يلاقي يمكن نوعا ما فرصه لدعم موهبته وابداعه خلال هي الظروف الاستثنائيه والصعبه اللي عم نعيشها. اكيد طبعا بهي الجائحه كثير تاثر الفن التشكيلي مثل صحيح. اي اختصاص ثاني يعني. طبعا وزاره الثقافه هي دائما داعم ومهتمه بالفنانين الشباب يعني لانه هن جيل المستقبل، هن اللي راح يستمروا بالتفوق الفن التشكيلي حتى عالميا، لانه الفنانين السوريين بشكل عام لهم حضور حتى خارج سوريا يعني عالميا. نحن بوزارة الثقافة كمان بنهتم بهي الشريحة وإقامة هذا المعرض كثير مهم لأنه العرض نتاجه للفنان الشاب لتعريفه الجمهور بهذا الفنانين السوريين اللي هم راح يكونوا مستقبل سوريا. وطبعا طول عمره معرض الخريف والربيع هن اللي بيقدموا الفنانين للعالم يعني لا. كل الفنانين المهمين بسوريا هن بدايتهم كانت بمعرض اللي كانت نظمه وزارة الثقافة من خلال معارض الخريف والربيع اللي كانت تقيمهم بشكل سنوي. صحيح. وللعلم انه معرض الخريف والربيع لم يتوقف من الستينات حتى هذا الوقت، يعني نحن معرض الربيع لازم يكون بشهر 4 أو 5 تقريبا. طبعا نتيجه الجائحه اللي صارت تاجل، فنحن بدايه يعني وقت صار في مجال لحتى يكون في اقامه معارض ونشاطات نحن يعني قدمنا هذا المعرض وتاخر تقريبا شي شهرين، لكن ما توقف وما راح يتوقف ان شاء الله باي ظرف، ولحتى يكون نحن مقدمين كل الامكانيات للفنانين بسوريا ونقدم لهم المكان والدعم المالي واي شيء بيتطلب من وزاره الثقافه لحتى نحسن نضل ماسكين ايديهم للفنانين لحتى يستمروا بنتاجهم. نعم واكيد يعني ان شاء الله هيك الكل ياخذ هي الفرصه ويشارك بمعارض، اذا ما شارك بمعرض الربيع هلا في معارض ثانيه ان شاء الله هيك تقوموا فيها وتعطوا كل الفنانين حقهم. نحن بدنا نتمنى لكم التوفيق استاذ عماد وشكرا كثير لهالصباح. الله يسلمك ويسعد صباحكم جميعا، صباح المشاهدين. نتمنى لكم يعني دعوه طبعا، والمعرض راح يقام باخر شهر 6 تقريبا بين 24 و30. نعم راح يتحدد بالاسبوع هذا ان شاء الله. اكيد نحن راح نعلن عنه عبر الاخباريه السوريه أكيد ونحن بتشرفونا انتم والجمهور كمان. اكيد الكاميرا الاخباريه اكيد راح تكون موجوده دائما لتغطيه هي الفعاليات والنشاطات والمعرض. بدنا نتمنى لكم التوفيق بجميع خطواتكم الفنيه القادمه. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم. شكرا.